في يناير من عام 1877 أنهى القيصر الألماني فيلهلم مرحلة التعليم الثانوية، وفي عيد ميلاده 18 تلقى وسام الغار من جدته الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، ليمضي بعدها 4 فصول متتالية في جامعة بون في دراسة للقانون والسياسة، حتى أصبح عضواً في فيلق بوروسيا بون. كان فيلهلم يمتلك ذكاءً سريعاً، ولكن غالباً ما كان يطغى على ذلك الذكاء مزاجيته الحادة.